جنيه انجليزي عليه صورة الملك، والجنيه ده اثري مكتوب عليه من القرن السابع عشر الميلادي مثلا، فليه قيمة عينية غير قيمته كمان المالية. فهمتني ازاي؟ فالقيمة العينية دي يبقى هنا الثمن ده معين، يعني ما ينفعش اخد حاجة جنبيها بدلها، ما ينفعش اخد حاجة بدلها. زي بالظبط ايه؟ بدي لك بدلها العباية بتاعت جدي اللي كان مشهور بالولاية والصلاح، فانت عايز تاخد عباية راجل صالح. واضح؟ ما ينفعش بقى ادي لك اي عباية تانية، فانت عايزها معينة بعينها. تقول له ده انا اديتك طن القمح ده مقابل ان انا اخد العباية دي بالذات، ما تجيبليش عباية تانية، تديني عباية جارك، تديني عبايتك انت اللي بتلبسها. لا، انا عايز عباية الشيخ فلان الفلاني اللي كان بيلبسها. واضح؟ زي عباية مثلا النبي، دي عباية معروفة، فدي عباية النبي. طب انا عايز اشتري عباية النبي دي، اعمل يبقى دي حاجة معينة بعينها. زي احد الاولياء كان واقف مثلا بيبكي وهو بيبيع ثلاث نوايات، نوايات بلح في موسم حج وجاي من تونس، فبيبيع ثلاث نوايات بلح، نوايا مش البلحة كاملة، النوايا، لأنه فلوسه اتسرقت، فوقف في السوق يبيعها وما كانش ناوي يبيعها خالص. فالراجل الناس بيسألوه ايه اللي هتبيعه ده؟ قال لهم اصل الثلاث نوايات دي انا لا يمكن كنت افكر ابيعها، بس ضاعت مني فلوسي وانا عايز ارجع بلدي تونس. الثلاث نوايات دي انا شفت النبي في الرؤيا بياكل ثلاث بلحات ويديني النوايا في ايدي بعد ما ياكلها ويقول لي خلي دي معاك، فاستيقظت لقيت الثلاث نوايات دول في ايدي، فدول غاليين عليا لان اختلطوا بريق النبي في المنام. فهمت؟ فبقت هنا النوايا دي ليها قيمه في عينها، مش اي نوايا، دي مش اي نوايا. فهمت بقى؟ ثمن معين. فراح واحد اشتراهم منه، واخد بالك، مش عارف النوايا ب 1000 درهم ولا ايه. كان الناس طيبين زمان يصدقوا بعض، يقول ده الراجل نصاب بيقول اي حاجه علشان. كان الناس طيبين. لكن ايه؟ المهم حاجه ليها قيمه بعينها. زي الوقت الاثار في مصر. الاثار ليها قيمه، ممكن تلاقي مثلا انت تمثال ذهب لو وزنته يطلع له مثلا ايه؟ كيلو ذهب، كيلو الذهب ثمنه مثلا قول مثلا مليون جنيه، لكن التمثال ده ثمنه 10 مليون جنيه، لانه هو مش بيتباع قيمته كذهب، ده بيتضاف اليه قيمه اخرى وهو انه اثر. فهمت ازاي؟ فيبقى ده قيمه عينيه متعينه فيه. فهمت بقى الكلام؟ اما يبقى الثمن معين. واضح؟ عشان تفهم كلام الفقهاء بس. لان احنا بقينا في زمن ما عندناش الحاجات دي. تملي الثمن هو اي دولارات اي جنيه استرليني، هو ده يحل محل ده والحكايه تمشي، انما لا زمان لا. اي ما اشتراه وهو المبيع ومثل الثمن المعين، وكذلك المهر. وحاصل ما يقال في هذا المقام ان مال الشخص الذي تحت يده تحت يد غيره ثلاثه اقسام. يعني المال بتاعي اللي انا املكه ويبقى تحت يد غيري ثلاث انواع. اما مضمون ضمان عقد، انا دفعت لك 50,000 جنيه على انك هتديني عربيتك، خدت انت ال 50,000 جنيه، بقت العربيه ملكي في ايدك، انت ضامن انك تديها لي. واضح؟ فهمت؟ يبقى يد عليها يد ضمان، والضمان هنا ضمان عقد، ضمان عقد بيع. واخد بالك؟ ضمان عقد بيع. كالمبيع والثمن والمهر كذلك. التاجر يدي لك البضاعة اللي انت ناوي تشتريها، استلمتها، تبقى انت ايدك على المال اللي هتديهوله مقابل هذه البضاعة يد ايه؟ ضمان. فبقيت تملك ماله في ايدك، فعليك انك انت تديها له. والضمان هنا ضامن المال اللي في ايدك ده بايه؟ بمقتضى العقد، عقد البيع. فهمت؟ يبقى مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن والمهر. وكذلك لما ايه؟ نعقد عقد زواج، الزوج يقول لولي الزوجه على المهر المسمى بيننا، هو لسه ما قبضش، ده ساعات يبقى ما قبضش المؤخر خالص، مش كده برضه؟ يبقى بمجرد ان قال قبلت على المهر المسمى بيننا صار ضامنا حتى للمؤخر ده ضمان عقد، لانه تم العقد. فاذا تم العقد وحصل طلاق
لازم يديها لو قبل الدخول يديها نصف المؤخر، لو بعد الدخول تاخد المؤخر كله. واضح؟ لانه هنا الضمان ايه؟ ضمان عقد. واضح؟ واما النوع الثاني مضمون ضمان يد، في ضمان يد، واحد غصب المال بتاعي، خطف المحمول اللي انا حاطه على السفره وراح واخده مني كده وجري. طب المحمول ده بتاعي، ده غصبه، يبقى هذا المال اللي هو ملكي في يد غيره مضمون ضمان يد. واخد بالك ازاي؟ يعني طول ما هو في يده هو ضامن انه لازم يوصله لي. واضح؟ يا اما بقى بقوه القانون او بالقهر والغلبه، يجري وراه واخده منه بالغلبه، يبلغ البوليس والبوليس يجيبه لي يمكنني منه. واضح؟ يبقى يسموه ضمان يد. زي الارض المغصوبه، ودي مشهوره دلوقتي، مسؤولين كتير يغصبوا ارض الدوله، مش كده برضو؟ اهو يد عليها يد ضمان للشعب المصري كله او للجهه اللي خدها منها بطريقه غير قانونيه، وحتى لو فضل فيها 100 سنه، لان الحق لا يسقط بالتقاضي في الشرع كده، الحق لا يسقط بالتقاضي. وان كان القانون الوضعي علشان يرفع النزاع قال لك ايه؟ ان يسقط التقاضي عليه بالتقادم ولا يسقط الحق في الاخره، لكن من حيث القضاء بعد سن معين، سنين معينه، ما ترفعش قضيه خلاص. طيب طب ما كده يبقى اقريته؟ لا، يقول لك ما هو في اخره بقى، يبقى يتعاقب عليه في الاخره. لكن علشان القوانين والقضاء يبقى مستقر، والا هتبقى الناس هتتقاضى بقضايا بقى لها 100 سنه و200 سنه مش هنتهي. فهم؟ يبقى الحق لا يسقط بالتقادم ديانة، لكن قد يسقط بالتقادم قانونا قضاء فقط. قضاء، لكن ديانة لا، لأن يد الغاصب يد عليها يد ضمان. واضح؟ يبقى في نوع مالك عند غيرك، إما أن يكون مضمون بضمان العقد أو مضمون بضمان اليد كالمغصوب والمعار. أنا أعارتك الكتاب، أعارتك الساعة، أعارتك سيارتي تروح بيها مشوار. طب ما انت انا بعيرك السياره دي، ما انا ممكن ابيعها بالرغم انها مش في ايدي لانها ما زالت مالي. فهمتني ازاي؟ يعني ممكن اتصرف فيها وهي تحت يدك، لان يدك عليها يد اعاره وليست يد ملك، ما زلت انا حر التصرف فيها. واضح؟ واما غير المضمون اصلا، وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار، وإما غير مضمون أصلا، فالأول لا يجوز التصرف فيه. الغير مضمون أصلا، الغير مضمون أصلا ده اللي هو ما لا أملكه، أنا ما أملكوش. واخد بالك إزاي؟ فالأول لا يجوز التصرف فيه، اللي هو المضمون بضمان العقد، ده عقد البيع ما ينفعش أتصرف إلا لما أحوزه. انا حدي المهر بتاع زوجتي، حدي لها شقة لسه ما قبضتهاش، ينفع تروح تبيعها؟ انا قلت لها مهرك عندي الشقة بتاعتي اللي على النيل في الحتة الفلانية، لكن انا ما اديت لهاش لسه المفتاح ولا حتى تعرف عنوانها، لكن انا صادق عندي فعلا الشقة ومش نصاب، فينفع هي تروح واخدة الكلمة دي من بقي، وبمجرد ان احنا عملنا العقد تتصل بسمسار تقول له انا عندي شقة على النيل عايز ابيعها؟ طب مش لما تستلمي المفتاح. فهمت؟ يبقى لا يجوز التصرف في النوع اللي مضمون ضمان عقد قبل القبض. واضح؟ فهمت الكلام؟ إلا ما استثني، إلا ما استثني زي ما قلنا، زي العتق لتشوف الشرع، عتق عن نفسه، زي الحاجات اللي احنا استثنيناها، الوقف، الحاجات دي. والثاني يجوز التصرف فيه قبل القبض. أنا أعارتك سيارتي تروح بيها الإسكندرية، وإحنا قاعدين هنا في المقطم، أنت طالع الإسكندرية هتيجي تاني يوم، فجالي واحد قال لي سيارتك موديل سنة كام؟ قلت له كذا. طيب هي ماركتها إيه كذا؟ حالتها إيه كذا؟ قول له إيه رأيك ما تديهاني ب 100,000 جنيه؟ أنت لقيت إن السعر ده حلو. قلت له خلاص بس هسلمها لك بكرة، لأن هي في إسكندرية. أهو ده يجوز، لأنه هنا إيده عليها ضمان يد مش ضمان عقد. فهي ما زالت في حيازتي، ده هو واخدها إعارة، فممكن أبيعها وهي مش في إيدي، لأن هنا اللي واخدها واخدها إعارة،
واضح؟ طيب واحد تاني غصبها، سرقها، سرق السيارة، فأنا بقول له السيارة بتاعتي كذا كذا لكنها مسروقة. قال لي طب ايه رأيك ما تبيعها لي ب60,000، هي 800,000، بيعها لي ب60,000 وانا شغال في مباحث السيارات المسروقة هعرف انا اجيبها واستلمها، مالكش دعوة، ليك عليا انا اللي هستلمها، بس انت وافق ان هي ب60,000، يجوز تبيع بالطريقة دي، يجوز تبيع بالطريقة دي، فهمت؟ طالما هو قادر على انه ياخد المغصوب او المسروق، واضح؟ لانه في تملكك اصلا، بس هو خرج عنك رغم عن انفك، غصبه، واضح؟ والثاني يجوز التصرف فيه قبل القبض. واما الثالث اللي هو غير مضمون اصلا، فان لم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرف فيه قبل القبض، كالمال تحت يد الشريك. اللي هو الغير مضمون ده زي ايه؟ زي مال الرهن مثلا، زي انا وانت عاملين شركة، انا ليا نص الشركة دي وانت ليك نصها، واضح؟ لكن انا المال بتاعي كله تحت يد الشريك، فممكن ان انا اتصرف فيه طالما ما فيش علي حجر، مش محجور علي بحجر دين ولا حجر سفة، فهمتني ازاي؟ ولا حجر افلاس، يبقى ليا ان انا ابيع نصيبي في الشركة بدون ما اقبضه، هو موجود في ايد الشريك، واضح؟ لانه ليس عليه حقوق لاخرين، فهمت ازاي الصور دي كلها؟ واما الثالث فان لم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرف فيه قبل القبض، كالمال تحت يد الشريك او الوكيل، تحت يد الشريك او الوكيل ممكن، والرهن بعد انفكاكه. انا كنت راهن عندك الجمل بتاعي لحد ما اجيب لك ثمن البضاعة اللي انا اشتريتها منك، فسايب الجمل عندك رهن، بعت لك انا الفلوس بتاعتك والجمل لسه عندك في المخزن، ما بعتش انا الواد الخادم بتاعي يروح يجيبه لي، فاهم؟ ممكن ابيعه لان انفك الرهن، لكن ما ينفعش ابيعه وانا لسه ما سددتلكش الديون، لان انت واخده ضمان عندك، فما خدتش انت حقك، ما ينفعش ابيع الرهن قبل ان افك الرهنية، واضح؟ فهمت ازاي؟ والرهن بعد انفكاكه، وان تعلق به حق كالرهن قبل انفكاكه او عمل كالمستأجر عليه من نحو خياط او صباغ فليس له تصرف قبل العمل وكذا بعده ان لم يكن سلم الاجرة. نفس الحكاية، يعني الخياط قال لك هعمل لك البدلة دي مثلا ب 200 جنيه او ب 300 جنيه اي ثمن، ما ينفعش الخياط ده يروح يتفق على حاجة ب 300 جنيه ويقول للراجل روح خدها منه مننا، طب انا لسه ما استلمتش وانت نفسك ما سلمتنيش، فازاي تتصرف في اجرتك قبل ان تحوزها، واضح؟ كل التصرفات دي قد تحدث في بعض الاسواق في التعاملات المتضاربة مع الناس بسرعة، بالذات في السوق تعاملاته كثيرة، فالواحد لازم يحتاط في مثل هذه الأمور. وإن كان بعد العمل وتسليم الأجرة جاز له التصرف، طبعا لو اشتغلت أنا وخدت أجرتي زي الموظف، ينفع يشتري حاجة قبل ما يقبض مرتبه؟ الوقت فيه بعض العقود بتجيز بضمان المرتب، فهمت؟ مش كده برضه؟ هل العقود دي تبقى جائزة على الصور دي ولا لا؟ تحتاج بحث من الفقهاء يشوف هل يجوز ان انا ابيع واعمل عقد واستلم المبيع والتاني البائع ما خدش ما لم احوزه المقابل، انا لسه ما حوزتوش المقابل اللي هتقوله ده مرتب هقبضه لسه بعد شهر وبعد شهر وبعد شهر وهاخدها منه اقساط، هل يجوز هذه الصورة ولا لا تجوز؟ على الصور دي قد لا تجوز، وعلى صور بعض العلماء التانيين قد يجوز، واخد بالك؟ يبقى الباب المعاملات باب واسع لاجتهاد الفقهاء، باب مازال مفتوح وبكر، ويحتاج فقهاء كتير يقعدوا يبحثوا علشان يدوروا على ما يصلح به حياة الناس وييسر للناس تعاملاتها،
لكن للأسف الفقهاء تأخروا، قعدوا يدرسوا نواقض الوضوء والزكاة والحج وبتاع، وسابوا الحياة المالية شغالة بتتطور تتطور تتطور، وهم ما تطوروش معاه، فأصبح البون شاسع بين الإسلام وفكره وبين التطبيقات الحياتية في المعاملات المالية. وعلشان كده لازم بقى الفقهاء تبقى في مجامع فقهية، والحمد لله يمكن دلوقتي دار الإفتاء في مصر ابتدت يعني تعمل مجهود في مثل هذه الأمور، وإنها تحاول تصحح العقود وتحاول تبقى ليها يد في هذه الأمور، بس بعد نوم 150 سنة أو بعد 200 سنة نوم، فتراكمت عقود كثيرة لدرجة إنه يعني خرجت حوالي أكثر من 300 صورة لعقد ما عرفهاش ولا سمع عنها الفقه الإسلامي. عقود كثيرة ما نعرفهاش، عايزة فقهاء جداد جدد يحاولوا يصيغوها صياغة مالية على صياغة شرعية، عشان يعرف الصحيح منها والحرام منها والمكروه منها، وازاي نتلافى الحرمة ونعدل بعض بنود العقد فيصير صحيحا. كل الحاجات دي عايزة جهد كبير من التجاريين ومن أهل المال ومن أهل العلم ومن الفقهاء، لازم تبقى مجامع من هؤلاء جميعا يقعدوا مع بعض كده عشان يصيغوا وعشان ييسروا للناس حياته. هنا بيقول ايه؟ حتى يقبضه. طبعا العقود دي والكلام ده كان سهل ايه التعامل بيه وتنفيذه ايام ما كانت الحياة بسيطة والتعامل على مستوى القرية وسوق القرية والمدينة، انما الوقت على مستوى العالمي وبيوع على النت وعلى المش عارف ايه والارصدة والبورصات العالمية، وشغلنا اتفتحت فبقت مفتوحة جدا، عايزة بقى ايه فقه جديد. لكن كان زمان الفقه ده سهل، تقراه كده تروح السوق تعرف تنفذه، لان السوق مش معقد، سوق بسيط، انما الوقت بقى السوق معقد جدا، فعايز بقى ايه فقهاء بصورة جديدة بقى. لكن علشان تبقى فقيه انت في المعاصر لازم تفهم الاول القديم كويس، تفهم القديم كويس وتبقى متصوره التصور المظبوط، وبعد كده تبتدي تنطلق في الحياة مع خبراء الحياة برضو، لان في ناس سبقونا في خبرة التعاملات المالية وسبقونا في خبرة التعاملات التعاقدية، منهم حقوقيين ومنهم اقتصاديين ومنهم ومنهم ومنهم، فلازم الفقيه يستعين بهؤلاء جميعا، واخد بالك؟ وبعدين في الاخر يبتدي يعني ايه يطلع بقى احكام جديدة فيما يصلح به او يصلح به هذه العقود. حتى يقبضه يعني منقولا، القبض يبقى ايه؟ يعني يتنقل في حيازتي، منقولا كان او غير منقول. طب غير المنقول يعني ايه؟ زي شقة، والشقة دي حاخدها اسوقها في الحي بتاعي، لا سبت حتة ارض، يبقى المنقول ليه طريقة للقبض وغير المنقول ليه طريقة للقبض، كل على حسبه. وقبض المنقول كالحيوان والسفينة الصغيرة التي تنجر بجره بنقله الى حيز ليس للبائع فيه تصرف كشارع وملك غيره، واضح الكلام؟ والا فلا بد من اذنه. طب افرض هي ما بتتنقلش ما بتتجرش، يبقى لازم اذنه بقى، يديني المفتاح، يبعت معايا الخادم بتاعه او المساعد بتاعه يقول له افتح له الباب، وقف معاه وهو بيستلم، يبعت معايا الوكيل بتاعه المحامي بتاعه، المهم اي حاجه طالما ما زالت في ايه في ملكي، لان افرض في حاجه لا تنجر او لا تنتقل. والا فلا بد من اذنه مع تفريغ السفينه المشحونه بالامتعه، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد تناوله بها وإن لم ينقله. وقبض غير المنقول كالأرض والشجر والسفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره بتخليته، وهي تمكين المشتري منه وتسليمه المفتاح، وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه، وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشتري، هذا إن كان حاضرا، فإن كان غائبا فلا بد من مضي زمن يسع الوصول إليه والنقل في المنقول والتخلية في غير المنقول مع التفريغ بالفعل إن كان بيد غير المشتري، ومضى زمن يسع ذلك إن كان بيد المشتري، ويشترط فيما بيع مقدرا. اللي اتباع بقى مقدر، عارفين أنا اشتريت منك 20 طن، ده تقديره، يبقى في القبض لازم أكايل وأوزن وتأكد ان اللي خدته منك 20 طن فعلا، فهم؟ ويشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل او وزن، وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا،
يفرض ان احنا متفقين ان انا هستلم منك وهسدد لك بعد سنة، يبقى الثمن هنا مؤجل، يبقى ممكن اقبض على طول. وان حل لان البائع رضي ببقائه في ذمته، يعني افرض ان انا اشتريت منك بالتقسيط حدها لك بعد سنة وانا ابطلها دلوقتي، ممكن ابيعها دلوقتي لان البائع ايه موافق على تأجيل القبض، فممكن ان انا اشتري منك والثمن في الذمة وابيع وبعدين ابقى اسدد لك. واضح؟ وان حل لان البائع رضي ببقاء في ذمته او كان حالا وسلم، والا فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن. طالما في حيازة البائع وما فيش اجل، يبقى من حق البائع يقول لك خلي الحاجه في البضاعه في المخزن عندي لحد ما تجيب لي الثمن، يحبسها عنه. قوله سواء باعه للبائع او لغيره، تعميم في عدم الصحه. يعني لو انا اشتريت من البائع وبعته له برضه ما ينفعش الا لما احوزه، الا لو كان الثمن بعينه نفس المال، هو هو رزمه الفلوس هي هي اللي انا هاخدها، هي هي اللي هرجعها واخدها نفس الرزمة، يبقى في الحالة دي يصح، لانه ما بقاش عقد بيع، ده بقى اقالة، كأنك بتقيله من العقد، كأنك بتفسخ العقد، بتقول له خلاص كأن ما تمش حاجة. واضح؟ يبقى سموه عقد اقالة، ما يبقاش اسمه عقد بيع، لانه هنا خد نفس ما دفع، خد نفس ما دفع، يبقى في الحالة دي سموها اقالة وتصح. سواء باعه للبائع او لغير، تعميم في عدم الصحة. نعم، ان باعه للبائع بعين الثمن المعين ان كان باقيا او بمثله ان كان تالفا او في الذمة صح، وكان اقالة بلفظ البيع. واضح؟ لان العبرة هنا ايه؟ بالمقاصد وليس بالالفاظ في بعض الاحوال، يعني العبرة بالمقاصد وليس بالالفاظ في بعض الاحوال، يعني احوال في بعض العقود يعتبر اللفظ مهم جدا، في بعض العقود يعتبر المعنى. عقود وعقود، يعني العقود المتعلقة بالأعراض مثلا زي الزواج يعتبر فيها اللفظ لازم مع النية، ما ينفعش اللفظ والقصد منفصل عنه، لا، لازم اللفظ مع القصد. واضح؟ وإن كان يعني في عقد الزواج يشترط الايه اللفظ دون حتى ايه النية، لأن أنا مش شرط إن أنا أفتش عن النية. يعني افرض انك انت حاطط في مخك انك هتتجوز فلانه دي سنه وهتطلقها بعد سنه، تكون خلصت دراستك وتروح، لان انت مش من البلد دي. لو نصيت عليها في العقد بقى اسمه زواج متعه باطل، لو ما نصيتش عليها في العقد لكن اكتفيت بها في قلبك، العقد صحيح وليس للولي ان يطلع على ما في نيتك. واضح؟ فهمت؟ ولا يجوز، عايز يتكلم بقى في حته ثانيه، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لان انت احنا هنا قايلين ان لا يجوز بيع الشيء بما يؤخذ منه، قاعده كده، لا يجوز بيع الشيء بما يؤخذ منه، يعني ما ينفعش ابيع الزيتون بزيت زيتون، ولا بيع القمح بدقيق قمح. واضح؟ ولا ابيع مثلا السمسم بالطحينة. واضح؟ لان هنا ده مطعوم، والمطعوم لازم طالما من نفس جنسه لازم يشترط التماثل. طب وانا هجيب التماثل منين؟ ده القمح بقى دقيق، طب ازاي انا هعرف نسبة الشوائب اللي انفصلت من الدقيق ده علشان اتحقق من قيمة التماثل بالظبط في ايه؟ في الوزن بالوزن، معرفش. يبقى ما ينفعش ان انا ابيع دقيق بقمح، ابيع دقيق بدقيق، انما ابيع وابيع قمح بقمح، لكن ما ينفعش ابيع قمح بدقيق. واضح؟ ولا ابيع قمح بصينيه بسبوسه، مع ان صينيه البسبوسه معموله برضو بدقيق قمح، ما ينفعش. واضح؟ لعدم تحقق شرط التماثل، لعدم القدره على تحقيق شرط التماثل. واضح؟ ولا يجوز بيع الحيوان اللحم بالحيوان، ولا يجوز اي ولا يصح. وكان الاولى ان يعبر بذلك لما علمت من لزوم عدم الجواز لعدم الصحه دون العكس،
بيع اللحم بالحيوان، وكذا ما في معنى اللحم من الشحم والكبد والقلب والألية والطحال والكلية والجلد قبل دبغه، إنما الجلد بعد دبغه ممكن لأنه ما بقاش مأكول. الجلد بعد دبغه ما بقاش مأكول خلاص، ده بقى حاجات مصنعات، إنما قبل دبغه ممكن يبقى من جنس المأكول بخلاف بعده. وكذا إذا خشن وغلظ قبل الدبغ فإنه لا يؤكل حينئذ. ومن الحيوان السمك قبل موته وإن كان فيه حركة مذبوح، ومثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة. يعني ما ينفعش أبيع سمك بلحمة، أبدل سمك بلحمة ما ينفعش، واضح؟ حاضر أزني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم توفيقه وعافيته. ومن الحيوان السمك قبل موته، يبقى ما ينفعش ان انا اشتري ابيع ابدل سمك بلحمة او لحمة بسمك، واضح؟ الحاجات دي كلها عقود مش موجودة دلوقتي في زماننا يعني ده، لكن عموما تتعلمها علشان لو عادت مرة أخرى تعرف إزاي تتصرف. قد تكون في بعض البلاد بتحصل، يكون ناس ما عندهمش سيولة لكن عنده سمك كتير وأولاده عايزين ياكلوا لحمه، يبقى طب يعمل إيه؟ يبيع السمك بفاكهة وياخد الفاكهة يبدلها باللحم، سهل. لكن ما يبيعش إيه لحمة بلحم عشان يغير الجنس، يتعلم ازاي يتصرف. ما ينفعش مثلا اخد ايه بطة صحية كده اديها لواحد لجزار واخد منه 2 كيلو لحمة بقري، ما ينفعش، فهمت؟ وهكذا الحاجات دي الواحد يبقى عارفها، بس علشان لو عادت صور الحياة البسيطة دي تاني تعود مرة اخرى يوم يعرف ايه الحلال من الحرام في مثل هذه الصور. ومثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة، الدقيق بالحنطة اللي هي القمح، والسمسم بالكثب. الكثب ده بعد ما يعصروا السمسم كويس يطلعوا منه الزيت والطحينة، يتبقى القشر، يطحنوا القشر ده أو يضغطوا على القشر ده ويجمعوه يعملوا كثب، واضح؟
والسمسم بالكسب او بالدهن اللي هو الزيت نفسه، لان ذلك الدهن هنا اللي هيسموه الطحينة، الطحينة تعتبر هي دهن السمسم مش كده برضو، لان ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه. يبقى تعرف القاعدة انه لا يجوز بيع الشيء مقايضة بما اتخذ منه. قول سواء كان من جنسه الى اخره تعميم في عدم الجواز، وقول من مأكول ليس بقيد، فغير المأكول كذلك كبيع لحم شاة بحمار كما يستفاد من شرح الخطيب وغيره. قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة، يعني حتى غير مأكول اللحم ما ينفعش تبيعه. طب ليه؟ لان غير مأكول اللحم قد يصير مأكولا عند الضرورة في الميتة، مش كده برضو، له صورة انه يصير مأكول عند الضرورة، وبرضو ما ينفعش تبيع لحم مأكول بلحم غير مأكول، لان غير المأكول قد يصير مطعوما في بعض الظروف عند المجاعة. واضح؟ قول سواء كان من جنسه، ويجوز بيع الذهب بالفضة، هنا لما اختلف الجنس بقى واتحدوا في العلة اللي هي النقدية يبقى يجوز التفاضل، لكن يبقى التقابض والحلول. ويجوز بيع الذهب بالفضة وكذا عكسه، وقوله متفاضلا أي زائدا أحدهما على الآخر، وقوله لكن نقدا أي لكن بشرط أن يكون كل منهما نقدا أي منقودا أي مقبوضا، ويلزم من ذلك غالبا أن يكون حالا، فلذلك قال الشارح أي حالا مقبوضا اللي هو القبض والحلول قبل التفرق، فيفيد حينئذ شرطين، ومثل التفرق اختيار اللزوم كما مر، وهكذا يقال فيما يأتي. وكذلك المطعومات، المطعومات برضو أي المتقدمة اللي من الجنس الربوي، لان الشافعي عندهم علة الربا المطعوم الطعمية مش القوت ولا الوزن والكيل كالاحناف، ولا القوت كالمالكية، واخد بالك؟ لا، عندهم الجنس العلة الطعمية. لو قريت انت مذاهب العلماء في علة الربا هتلاقي حوالي 8 مذاهب، وان كنت انا شرحت لك 4 فقط فيها، لكن هتلاقي 8 مذاهب هتقراها في البحث اللي عندك ان شاء الله، عشان تعرف ان العلماء اختلفوا خلاف كبير في الربا. عشان كده لما يجي بعض العلماء يبيح صورة من الصور ما نشنعش عليه نقوله ده أباح الربا، لأن قد يكون ربا عندك وليس ربا عنده، لأنه ولا يرى علة الربا فيه، عشان توسع مداركك بس وتتحمل خلاف الفقهاء في الفروع. واضح؟ لكن للأسف حتى الناس اللي مش فاهم الربا هو متصور الربا بطريقة غلط، يجي عالم العلماء فاهم الباب ده يجي يتكلم يقولك شوف أباح الربا، هو أباح اللي في ذهنك أنت ربا، لكن هو مش ربا. واضح؟ لان انت مش فاهم بس. وكذلك المطعومات اي المتقدمة، وهي التي تقصد لطعم الادميين غالبا اقتياتا او تفكها او تداويا، لان ده كتاب شافعي فقال لك اقتياتا او تفكها او تداويا، علشان ايه؟ يرد على الملكية، يعني مش اقتياتا بس يا ملكية. واضح؟ وقول ولا يجوز بيع الجنس بينها بمثله سواء اتفق نوع او اختلف، يعني انا لو اشتريت عنب بناتي كيلو عنب بناتي باثنين كيلو عنب بذر او بذر اللي بيسموه بذر ده، كويس؟ او ده ربا عند الشافعية وعند الملكية يجوز، مش ربا لان دي فاكهة، دي فاكهة بس بلاش العنب، لان العنب ايه قالوا عليه الزبيب، قالوا بيتذبب، يبقى بلاش نجيب مثال العنب، نجيب مثال المشمش، نجيب مثال اي فاكهة تانية غير التمر والزبيب. فتبص تلاقيه يبقى ربا عند الشافعية لانه مطعوم وحلال عند الملكية. طب الشافعية قالوا الملكية انتوا بتاكلوا الربا وشنوا عليهم؟ أبدا، ولا عمر الامام الشافعي خطر في باله انه يقول للامام مالك احل الربا أبدا، لأنه دي فقهاء بيفكروا وكل واحد فكر في العلة بطريقة شكل واستنبطها، وبناء على استنباطه ليه بقى فروع كتير. فهمت؟ علشان كده الأمة طول عمرها تتحمل الخلاف في الفروع دون المهاترات، ودون أننا نقعد نتهم بعضنا بالكفر والفسوق والجدال والحاجات اللي بيحصل ده، والكلام اللي ما يليقش اللي حاصل في اليومين دول. إلا متماثلا أي يقينا،
يعني المطعوم بجنس إلا أي يقين. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. والعبرة بغالب عادة الحجاز في زمنه صلى الله عليه وسلم، كان زمان القمح أيام النبي بالكيل، طب الوقت القمح بالوزن. يبقى لو أنا هجيب قمح بقمح هقول للراجل ما تدونيش بالوزن، لازم نتحقق التماثل بالكيل لأنه كان مكيلا في عصر النبي وصار موزونا في عصرنا. يبقى لا عبرة لتغير العرف، لا عبرة لتغير العرف، العبرة بالموزون في عصر النبي والمكيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل، وإلا بأن كان أكبر جرما من التمر، فالعبرة فيه بالوزن. ولا تعتبر المماثلة إلا حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف. يبقى ما ينفعش رطب بتمر، لأن الرطب هو عبارة عن تمر فيه مية، لازم أما يجف علشان أعرف أتحقق التماثل، لأن أنا مش عارف قيمة المية قد إيه اللي في الرطب دي. واضح؟ عشان أختمها. وما ينفعش يبقى عنب بإيه بزبيب، ولا عنب بجنسه عنب تاني، لان كمية المية اللي هنا غير كمية المية اللي هنا، حجم العنب هنا غير حجم العنب هنا. فهمت ازاي؟ فلازم العبرة بكماله بعد جفافه عشان اتحقق التماثل. فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه ولا بجاف منه الا في مسألة العراية، والعراية فيها علة الربا، والنبي اجازها في حدود 5 أوسق في علة الربا العراية، وأجازها النبي في حدود 5 أوسق مراعاة لحق الفقير ومراعاة أيضا للغني. إيه هي العراية؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجد إن أهل النخيل في عصره صلى الله عليه وسلم كانوا بيحبوا وقت الرطب، وقت الرطب إنه يخصصوا مجموعة من النخل كده للفقراء يخشوا ياخدوا منها. هو عنده 100 نخلة، يجي 5 نخلات كده يحوطهم ويقول دول للفقراء، يبقوا خشوا يا فقراء كلوا منهم. يجوا الفقراء كل يوم عاملين زحمة عنده مش عارف هو يراعي نخله، فطهقوه في عشته. فبدل ما يطردهم ويتحرم من الثواب، أجاز له الشارع انه هو يقيم الرطب اللي على النخل ده، لو بالتخمين كده والخرص، لو جف وصار تمرا يبقى وزنه قد ايه، ويديهم مقابله تمر ويقول لهم ما تجوش تاني، خدوا يلا التمر ده وروحوا. واضح؟ يبقى هنا اعانوا على عمل الخير وفي نفس الوقت حافظ له على ماله وعلى خصوصيته، بدل ما الفقراء داخلين طالعين عليه. واجاز النبي هذا ايه في حدود 5 أوسق بس. كذلك ممكن يحصل حاجه غير كده، ان انا راجل ما عنديش نخل لكن عندي تمر، مخزن تمر في البيت وعندي العيال، العيال ولادي وقت ما التمر الرطب يبتدي يظهر كده يقول لك عايزين رطب يا بابا، عايزين رطب، ويعيطوا شايفين ولاد الجيران اللي عندهم نخل جايبين رطب ياكلوه، وانا ما عنديش الا تمر جاف. فمن حقي ان انا اروح للي عنده رطب من اجل ايه؟ اولادي اللي هم نفسهم ياكلوا رطب، ابدل معاه تمر برطب خرصا مع عدم تحقق شرط التماثل في حدود 5 أوسق مراعاة ايه؟ لاحتياج الفقير اللي ليس عنده رطب. فهمت بقى النبي بيراعي الامور ازاي؟ عشان لا ده يعيط ولا ده يعيط، ولا ده يتحرم من السوء ولا ده يتحرم من السوء، لكن حددها في حدود 5 أوسق. واضح؟ والوسق عبارة عن 12 كيلة مش كده برضو؟ والكيلة 5 أصع، والصاع 2.5 كيلو. واضح؟ يبقى الوسق 12 كيلة يعني 60 صاع في 2.5 كيلو يطلع حوالي كام؟ 150 كيلو. 150 × 5 يطلع 750 كيلو، ادي 5 أوسق. واضح؟ ما زاد عن 5 أوسق يبقى ربا، ما تاخدش اكتر من كده. واضح؟ دي اسمها العراية. ما يجراش حاجة، ما انا جبتها لك اهو بالترتيب.
ما اعرفش انا جابها منين الدكتور علي. مش عارف. خلاها 130 كتبت لك في كتاب المتاهيل موازي الشرعيه. يمكن لكن احنا حسب ما هي الوثق 12 كيلو والكيلة 5 اصا يبقى 60 صاع الوثق الواحد والصاع 2.5 كيلو. كويس؟ ما احنا بنحسب بالصاع بقى علشان ايه؟ زكاة الفطر عارفينها؟ من زكاة الفطر يطلع 150. يمكن بقى الدكتور علي حسبها بطريقة تانية، عمل مثلا الصاع 2 كيلو بس مش 2.5، مع ان هو 2.5 لأن الصاع 4 أمدد والمد 680 جرام. المد اللي هو بتطعم بيه المسكين عن صيام عن فطر يوم في الصيام. الكيلة كم صاع؟ الكيلة 5 أصع والوثق 12 كيلة. طيب نشوف هنا بقى بيقول ايه. الا في مسألة العراية وستأتي هتيجي مسألة العراية. ولا تعتبر مماثلة الدقيق والسويق والخبز. ما ينفعش ان انا اديله 20 رغيف واخد منه كيلو دقيق. ما ينفعش. لعدم تحقق شرط التماثل. واضح؟ وكذا ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء بخلاف تأثير التمييز كالعسل والسمن، وإنما تعتبر في الحبوب حبا وفي السمسم حبا أو دهنا وفي العنب والرطب زبيبا أو تمرا أو عصيرا أو خلا. قوله نقدا يستفاد منه شرطان على ما مر يضمن للشرط السابق فالشروط ثلاثة كما في بيع النقد بمثله. نقدا احنا قلنا حال مقبوض. قول ويجوز بيع الجنس منها بغيره أي كالحنطة بالشعير. وقول متفاضلا أي زائدا أحدهم على الآخر. وقول لكن نقدا يفيد الشرطين كما أشار إليه الشارح. إذا اختلفوا في الجنس يبقى يسقط شرط التماثل ويجوز التفاضل لكن مع التقابض والحلول. واضح؟ فلو تفرق المتبايعان تفريع على مفهوم القبض قبل التفرق ولم يفرع على مفهوم الحلول لظهوره ففيه قول تفريق الصفقة أي العقد والمعتمد منها الصحة فيما قبض دون غيره. وقيل يبطل في الجميع. قول ولا يجوز أي ولا يصح. وقول بيع الغرر وهو من طوت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. ومنه المجهول والمبهم وما لم يرى قبل العقد. دي أنواع لبيوع الغرر. البيوع الغرر اللي هي قد إيه تكون فيها نوع من الغبن يعني أو نوع من الجهالة. جهالة في المبيع أو في الثمن. يقول لك إيه؟ إيه رأيك أنا عندي عربيتين في الجراج أنا بعت لك واحدة منهم ب50,000. ينفع الكلام ده؟ إيه واحدة منهم؟ يمكن التانية هيديني القديمة اللي هي تساوي 10,000 بس. إيه واحدة؟ ما لازم يحددها لي. فهمتني إزاي؟ ده اسمه بيع غرر. لازم يبينني. أو يقول له مثلا أنا حرمي السنارة أهو أو الشبكة تشتري اللي هيطلع منها بكام؟ طب مش اما يطلع؟ هو انت هتبيع سمك في ميه؟ ما ينفعش. او طير في السماء؟ ما ينفعش. فهمت؟ كل دي بيع غرر. زي ايه في الملاهي؟ يقول لك حط 10 جنيه وخد السناره وارميها كده اللي تشبك فيها خدها. هو ده بيع غرر. طب وانا ايه عرفني هتشبك في ايه؟ ممكن تشبك في حاجه بجنيه او تشبك في صفيحه. واخد بالك؟ يبقى ده خد مني بلا داعي. فالبيوع دي تلاقيها في الملاهي كتير كلها بيوع غرر بطلة. واضح؟ وما لم يرى قبل العقد. ومن هذا تعلم ان بيع البصل والجزر والفجل والقلقاس كل ده وهو في الارض كده مخفي مش شايفه وغيرها من كل مستور بالارض لا يصح. طول ما هو في الارض ما يصحش الا بعد ما ايه يطلعه ويحطه في السوق بقى نشوفه على الفترينة كده لا يصح. نعم يصح بيع الخص والكرنب لان الجذعه تحت والمأكول فوق فممكن اخدها وهي في الارض ابقى شايفها. واضح؟ ما هو اصله كان بالمنوفيه الشيخ الباجوري ده فكان يدي لك امثله ايه زراعه بقى حاجات زراعيه لانه في البيئه عايش.
لا يصح. نعم يصح بيع الخص والكرنب لأن ما في الأرض منها غير مقصود لأنه يقطع ويرمى. قولك بيع عبد من عبيدي مثال لبيع الغرر فلا يصح للجهل به. وقول أو طير في الهوى يستثنى منه النحل فيصح بيعه في الهوى بشرط أن تكون أمه وهي اليعسوب في الكوارة، لأنه مهما طار يرجع لأمه، فممكن أبيع أنا المنحل بتاعي والنحل بره طالما اليعسوب جوه، لأنه هو هيطير يطير يرجع لها. واضح؟ ويقال لها الخلية بفتح الخاء المعجمة لأن الغالب عوده إلي حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. وكده يبقى إيه، انتهينا من فصل الربا، ونقف على فصل في بيان أحكام الخيار. الخيار مش القتة، الخيار من الاختيار بخلاف القتة. الخيار يعني من الاختيار. الإمام الشبلي كان ماشي في السوق في العراق فسمع واحد بيبيع خيار فقول الخيار بدرهم، أم قال له مال يبقى الأشرار بكام لما الخيار بدرهم، أمال الأشرار يبقوا بكام؟ يعني قال الخيار، الخيار من الأخيار، هو فهمها على هذا المعنى يعني. فإن شاء الله يوم السبت يوم الخميس القادم بإذن الله. في سؤالين بس بسرعة وبعدين نقيم الصلاة. هل يجوز إخراج زكاة المال لأحد المرضى لتصرف في مصاريف عمل عمليات له؟ يجوز إخراج زكاة المال للمريض، يقبضها مال مش تروح أنت تحاسب عنه المستشفى، ياخدها مال. افرض هو هياخدها مال يقوم هيفرح بالمال ده يقوم يخف ما يعملش الجراحة من فرحته، يبقى هو لازم يتملكه مال الأول، يصير ملكا له يتصرف فيه كيف شاء بقى، ياخده هو يروح يتعالج، ياخده يسدد بيه ديونه، ياخده يجوز بيه بنته، هو حر بقى. إنما ما ينفعش أقول له تعالى يا سيدي هدخلك المستشفى واعمل العملية واحسب العملية عليا وتحاسبه أنت وتحسبها من زكاة مالك، كده ما ينفعش، يبقى من الصدقات بس لكن مش من الزكاة. واضح؟ إذا عرض على أحد الشباب العمل بالبنك المصري فما هي الوظائف التي يمتنع ويرفضها؟ والله يروح دار الإفتاء يسألهم وغالبا هيقولوا له اشتغل، لكن يروح دار الإفتاء يسألهم أحسن، لأن هم الوقت عندهم ناس متخصصين في أعمال البنوك وعندهم بيان بأعمال البنوك كلها وهيقدر يفتيك فتوى كويس، فيروح دار الإفتاء يسأل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.